Hello, ladies and gentlemen. My name is مرحبا سيداتي أنساتي. Founder and CEO of Scoutium. I want to. أنا علي عقائر رئيس التنفيذي لشركة Scoutium. أنا أود أن أشكر جميع الحضور بداية من الوزير الشابوري السيد أشرف صبحي وسيد سيف الوزيري. أنا سعيد بتواجدي في مصر أنا وشركتي. أنا أود أن أبدأ بشرح ما هي شركة Scoutium. We're going to show the presentation. Yeah. أود أن أعرض لكم. Redefines sports technology. Scoutium تهدف لتطوير التكنولوجيا الرياضية بتوحيد اللاعبين مع الأهالي مع نحن نستغل التكنولوجيا لنوصل اللاعب لأعلى مستوى. نعمل على مدار 24 ساعة لتطوير كل الوظائف. نحن منصة تهتم بالمواهب وتعطي الفرصة للمواهب ولنصنع جيلا مميزا من الرياضيين. لنتحدث عن المشاكل التي تواجه أي رياضي بالنسبة للمشاكل التي تواجه النادي واللاعب على حد سواء. نرى جميعا أن أكبر مشكلة تكون الوصول للمباريات المصورة لنحصل على تحليل أدق. وحينما لا نصل لهذه الفيديوهات نحصل على تحليل أقل من المطلوب، فبالتالي هذا لا يساهم في تطوير اللاعبين. نحن نسهل هذا الأمر لنوصل للاعبين الغير مكتشفين. في القرن 21 الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر تطورا أصبح الآن لدينا إتاحة أكبر للوصول للمعلومات بالنسبة للمدربين ليعملوا بشكل أكبر وألا يكونوا منفصلين عن المجتمع الرياضي. ما الحل لهذه المشكلة؟ نحن خلال منتجاتنا قد طورنا من خلال تطبيق الموبايل. هذا التطبيق مصمم للمدربين وإدارة الأندية. أي مدير فني من السهل الوصول لمنصتنا أن يرى ملخصات المباريات والإحصاءات الخاصة وتفاصيل والتقارير الخاصة بكل اللاعبين. من خلال هذا التطبيق الملايين من اللاعبين تم اكتشافهم وسيتم اكتشاف الملايين في المستقبل. هذا التطبيق تم تصميمه للاعبين والمدربين على حد سواء. نحن نوصل الجميع بالمباريات والملخصات لكل عملائنا خصوصا المدربين. نحن لدينا وسائل وأدوات كثيرة للتحليل وتقديم التقارير عن كل اللاعبين. كيف يعمل نظام Scoutium؟ النظام نحن قد أنشأنا قاعدة بيانات كبيرة لScoutium تطورنا بكل التفاصيل والتحليلات وأدوات الاتصال. ولدينا قاعدة بيانات كبيرة للاعبين على تطبيق الهاتف للأندية والاتحادات أيضا. What are the benefits for the clubs? ما هي الاستفادة التي تقدم للأندية؟ هي تحليل وتطوير الأداء وتحسن التواصل مع اللاعبين في بأي طريقة وفي أي وقت. بجانب هذا فهذا يطور أداء الأندية واللاعبين على حد سواء. So this is, for example, على سبيل المثال لدينا هذه المباراة وهذه الشاشة من تطبيق Scoutium. لديكم الآن تفاصيل المباراة الشوط الأول والشوط الثاني. حينما تضغط على زر التفاعلي ستجد أهم اللحظات في المباراة. التطبيق يوفر تشكيل الفريقين. حينما تقف على اللاعب ترى كل الإحصاءات الخاصة به وكل الإحصاءات الخاصة بجميع اللاعبين. الأداء الفردي لكل لاعب على مستوى المباراة
على الجانب الأيمن يمكنك أن ترى الإحصاءات الخاصة بالفريق ككل. يمكنك أن تحلل فريقك. ولنصل للجانب الخاص بالفيديو. لدينا جميع التحليلات، التسديدات على المرمى وخارج المرمى. على سبيل المثال هنا نحن نشاهد الآن هدف لا أحد عملائنا، فبالتالي يمكننا أن نرى كل اللحظات التفاعلية الخاصة باللاعب، الأهداف والتسديدات. كل هذه اللحظات مرتبطة بالتطبيق، تمكننا أن نصنع ملخصا لأداء اللاعب لكل اللاعبين. يمكنك أن ترى على سبيل المثال بالضغط على اسم اللاعب، على سبيل المثال سنرى اللاعب رقم 7. حينما نضغط على اللاعب نرى معلومات اللاعب، على سبيل المثال كل المباريات التي خاضها اللاعب. يمكنك أن ترى تفاصيل أكثر. حينما تضغط على زر المباراة يمكنك أن ترى كل الإحصاءات وكل المباريات، وحينما تضغط على الإحصاءات ترى كل الإحصاءات الخاصة باللاعب في كل مباراة والمتوسط الأداء. هذا منتج خاص باللاعبين، خاص بالأندية. يمكنك أن تستكشف اللاعبين. ما نقدمه من خدمات للاعب، يمكنه الوصول لهذه الخدمات الخاصة والمميزة ليكون لاعبا محترفا. وأيضا بشراكة مع السادات استطعنا أن نحقق هذا، فأسعار التطبيق في متناول الجميع. كل المعلومات يمكنك استخدامها، يمكنك التواصل مع الجميع، وبعد كل ذلك سيكون اللاعب أكثر دافعية ومتحفزا. لنرى التطبيق الهاتف الآن. هذا نموذج للتطبيق يمكنه للشراكة، للعمل والشراكة مع محللين أداء. يمكنك أن تضيف وأن تحذف أي تفاصيل. حينما تضغط على زر الاستكشاف سترى جانب التحليل. حينما تضغط على زر البداية بشكل تلقائي ناديك سيصل له كل هذه التفاصيل. اللاعبون أيضا يمكنهم أن يروا، أن يشاهدوا جميع المباريات الخاصة بهم وأيضا الملخصات. آسف لشكل الفيديو الحالي، ولكن يمكنك أن تروا جميع اللقطات، التسديدات الخاصة باللاعب، اللحظات التفاعلية. هذه هي التسديدة الثانية على سبيل المثال. يمكنك أن تشاهدوا أداء اللاعب بشكل كامل. حينما تضغط على زر الإحصاءات ترى كل الإحصاءات الخاصة باللاعب، الجميع الإحصاءات الخاصة بكل المباريات الهجومية والدفاعية. نحن نمد اللاعبين بشكل تلقائي كل التفاصيل، وأيضا مقارنات باللاعبين من الفرق الأخرى أو من نفس الفريق، مثل بطاقة الفيفا التي عليها تفاصيل اللاعب. جميع الشباب يحبونها، يمكنهم أن يشاركوها بكل بساطة على أي منصة اجتماعية. يوجد وظيفتين أخرتين تقوم بها شركاتنا. يمكنك أن ترى هذا الجانب. جميع اللاعبين لديهم إشعارات خاصة إحصاءات خاصة باللاعبين الأكثر إحرازا للأهداف، الأكثر محاولة على المرمى، الأكثر دفاعية. يمكنك أن تروا هذه البيانات. يمكنك أن تروا تطور اللاعب في آخر 5 مباريات. هذه من أهم من مميزات سكاوتيوم. سكاوتيوم الآن متاح في 9 دول. شكرا جزيلا لمصر لإتاحتها لنا هذه الفرصة.
شكرا جزيلا، وأود أن أراكم في مصر قريبا.